ايش رايكم نتكلم عن المناعه؟ قبل تذكر او تذكرين قبل وين تمرض الحين؟ على اقل شيء تمرض يم كحت كح كحتين عطس مرض. نبي نقوي مناعتنا. لحظه خندق على المناعه تليفون. الو السلام عليكم، مناعه شلونك؟ انت شنو تبين عشان تصيرين قويه؟ ردت فيتامين سي. خلك 2 جرام فيتامين سي بحياتك. تبي مكمل اخذ، تبي تاكل فلفل اخضر، تشرب عصير برتقال، تاكل لك كيوي باليوم، بابايا، يعني ضمن الفيتامين سي. فيتامين سي شنو يسوي؟ هو شنو يسوي فيتامين سي؟ يكثر الخلايا المناعيه، يعني بدل لا يكونون 2-3 ويكونون مليارات. وايضا نحتاج الزنك. اكل ماكولات بحريه او اخذ الزنك. طبعا من افضل السياق الزنك اذا كان تابلت باكولونايت. زين الزنك شنو يسوي حق المناعه؟ يقوي الخليه المناعيه. يعني الخليه الحين جايه تبي تطق فايروس بكتيريا صح؟ مو قادره تطق، هذاك قوي شايف نفسه. لا كانك دخلت هناك وصار عنده طن عضلات، تقوم تطق الفايروس. وايضا فيتامين د مهم جدا. وايضا عندنا عشبه الاشنيسيا عشان تنظف الكبد وتحفز الغدد الليمفاويه عشان يصيدون الفايروسات. وايضا عندنا حبه البركه. انا عن نفسي ما اخذ حبوب، اخذ كبسول. كذي راح تكون عندك احلى مناعه. ومع شوي اكل مرات اربع مرات باكر عقب باكر طار منك. ومع شوي اكل صحي. انزين بضاري انا يحوشني احتقان وكله لوز، بخاخ البروبلس اسم الاكبر، بخاخ البروبلس، بخه بختين، يعني باليوم 3 مرات 4 مرات باكر عقب باكر طار منك. واضح يا جماعه؟ وحط ببالك شغله، افضل غذاء حق البكتيريا والفيروسات السكريات. يعني ما يصير انت مريض وقاعد تاخذ علاجك قاعد تاكل سكر، لا ما يصير، انت قاعد تسوي مسخره داخل. واضح يا جماعة؟ وما تشوفون شيء. هاي على المعلومة الخطيرة هذه، 4 أطعمة إذا تناولتها بشكل مستمر راح تنزل الرجولة عندك. شنو يعني الرجولة عندي؟ هرمون التسترون. إنزين شنو ممكن من الأعراض اللي أنا أشوفها؟ ما راح يكون عندك لا قدرة ولا رغبة زوجية. وأيضا شنو راح يصير؟ فراغات بالشعر، ويصير عندك تثدي والحلمة راح تكبر، زائد الشعر الجسم راح يطيح وصوتك راح يصير ناعم. إنزين شنو هو؟ رقم 1 الصويا، انحاش عنا الله يخليك. وايضا عندنا المعجنات وبذور الكتان والنعناع، انحاش عنهم. يعني اذا انت وايد تحبهم خلهم بين فتره وفتره، ولكن ابتعد عنهم مو بشكل مستمر. انزين واذا البنت كلت هذه الاطعمه جيد راح يرتفع عندها الاستروجين، ولكن اذا تستمر تاكلهم راح يصعد ويتحول الى استروجين ضار اللي اسمه شنو؟ 16 هيدروكسي. شنو يسوي البنت؟ تكيس وفراقات بالشعر، وراح يطلع لها شعر بالجسم. انتبهوا من هذه الأطعمة. شلونكم؟ شو اخباركم؟ شنو علاقة ارتفاع الاستروجين بالكدمات وبالبواسير؟ ركز معي. يمكن الحين بنت انت قاعد تسمعين هذا الفيديو تقولين بالعكس الاستروجين هذا احنا نبيه كأنثى، يعطي شكل معين حق البنت ويخلي صوتها ويزيدها أنوثة. الشيء اللي انت ما تعرفين ان الاستروجين فيه وايد انواع، في نوع واحد اللي انت تبينه، ولكن النوع الضار هذا دائما يزيد اللي شنو اسمه؟ 16 هيدروكسي. شنو يسوي هذا؟ اول شيء ليش هو يرتفع؟ قلق، توتر، ستريس، الكورتيزول يرتفع عندك، المخاوف هذا يرتفع، وايضا من الدهون المهدرجه الخربطه بالاكل هذا يزيد. زين شنو يسوي اذا زاد؟ شوفوا الاستروجين اذا زاد وين يروح؟ يروح يتخزن على الكبد، بعدين الكبد تتضايق ما تقدر تشيله، فهني يتعب الكبد. زائد ايش علاقته بالكدمات بالبواسير؟ انا اقول لكم الاستروجين شو يسوي؟ شفتوا الاوعيه الدمويه؟ يخليها لينا يرخيها. يعني شنو؟ يعني لما يدش الدم بضغط حق الاوعيه الدمويه يصير شي كانها فيها صعروره، هني يصير البواسير. زائد شنو؟ يخلي السماكه مالت الاوعيه الدمويه خفيفه جدا فبسرعه تنبض. شلون يعني؟ يعني هذه ايدي اوكي صارت لي كدمه طقه، الوعاء الدموي انفجر فتصير دم تحت الجلد، فهني تصير تصبغات، عرفتوا؟ والكدمات اللون الاحمر والاخضر. طبعا عشان نعالجه لازم نقلل الاستروجين وناخذ اغذيه فيها نحاس وفيتامين سي عشان نرد ونخلي سماكه بهالجلد. زين هل في فيتامين يقوي الاوعيه الدمويه؟ اي K1، مو K2، K2 ياخذ الكالسيوم وديه العظم والاسنان. K1 يا جماعه، K1. واكثر البنات اللي ما ياكلون خضروات لانه يحتوي على K1 دائما يحوشهم كدمات او بواسير. واضح؟